السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في هذه الوصفه ديال الرفيسه. غنقدم لكم رفيسه. عندي المقادير التاليه: عندي فروج مغسول ومنقي، وعندي ثلاثه ديال البصلات كبار، كاس ديال العدس غادي نحطو يتسلق بوحدو ويطيب بوحدو في الكاسرونه، عندي كاس لارو ديال الزيت. توابل: عندي راس الحانوت، معلقه كبيره ديال راس الحانوت، جوج معلقات ديال الملح صغار، جوج المعلقات ديال الخرقوم صغار، معلقه ونص ديال الابزار صغيره، معلقه كبيره ديال الحلبه، سكينجبير خضر باقي طري، جوج بصيلات ديال هاد الكريكيبات ديال الثوم، وعندي نص قبطه ديال القزبور ونص قبطه ديال المعدنوس. وغادي نبدا نشرمل الفروج في البول ونرجع معكم. انا غادي نبدا نحط التوابل. حطيت نص كاس ديال الزيت باش نشرمل الفروج ديالي، البزار، الملحة، الخرقوم، وغنبدا غنحط كمشة ديال البصلة باش تنسي ليا هاد الشرمولة. نبدا نشرمل الفروج كله، ندهنو بهاد الخليط هدا، ندخل هاد التوابل هادو، ندخلهم لداخل ديال الفروج وما بين الجلد هدايا باش كيتنس مني داك اللحم ويجي بنين هكا. انا شرملت الفروج وساليت، وهذا الربيع هذا اللي قطع خلطته مع شويه ديال البصله، جوج معالق كبار ديال البصله مشلده، وغادي نعمر به. والحلبه ديك الحلبه درتها هنا في هذا الربيع، وغادي نعمر به الفروج ديالنا. ها هو غادي نعمرو. انا غادي نحط البصله ديالي في الكوكوط، حطيت داك نص كاس اللي بقى ليا ديال الزيت، وغادي نحط البصله تشحر شي شويه هي نشحرها واحد شويه، غادي نحط الفروج باش تشحر حتى هو شي شويه. ما كنبغيش انا نقلي الحاجه حتى تحرق الزيت، خصكم تردوا البال لهاد المساله. الفروج ملي تنشرملوه من الاحسن يبقى واحد ساعه المكانه هكا مشرمل، ولا كاع الى صوبتي في الليل وخليتيه يبات غيكون افضل، تيكون زعما المذاق وكلشي تيكون المذاق ديالو تيكون كلشي زوين. غادي نجيب واحد المعلقه انا ديك الغرفه ديالي، نحرك شويه هاد البصله حتى نبدا نجمع التوابل من الفوق. طنجرة صفر، هاد الطريقة أنا هادي هي رفيسة لي تنصاوب. دابا غادي نحط الفروج هكا، وغنزيد عليه نص كاس ديال الما، هداك الكاس اللي شفتوني عبرت بيه الزيت، غنزيد نص كاس ديال الما. انا حطيت الفروج هو تشحر، انا خليته يغلي بحال هكا وما نغطيش
غادي نرد غير نغطيه غير هكا شويه، ولكن ما نغطيش ما نسدش الغلاقه لا، باش ما يطرطق ليش الفروج وكيتحل ويتفرتت كامل، باش يبقى الفروج مصاين وصحيح. وغادي يطيب هذا الفروج ان شاء الله اللي يطيب ويوجد، وغادي نرجع لكم ها الفروج ديالنا حتى يطيب على خاطرو خليتو. والعدس درتو في الكاسرول، غادي نزيد عليه من لاصوص ديال الدجاج اللي تيطيب باش يكمل طياجو. هاد لاصوص هادي تبنن حتى هو، نزيد ثلاثه د الغرفات، زيد ثلاثه د الغرفات ولا اربعه، ونخليه يطيب فيهم باش كيطيب بوحدو، ونخليه يطيب فيهم حتى ينشف باش حتى هو تيتبنن بديك البنه ديال الدجاج والتوابل. غادي نرد الغطايات على هاد، نرد الغطايه على الطنجره، ونخلي العدس ديالي يكمل الطياب ديالو، ونمشي نوريكم طريقه العجينه. انا رجعت معكم سيداتي باش نوريكم الطريقه ديال العجينه ديال التريد. عندي معلقه وشويه ديال الملحه، ديال الملحه باش نديرها في العجينه. الملحه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي من الناس اللي ما تيبغيوش الملحه، كاين اللي تيبغيوها. انا عندي كيلو ديال الدقيق هنايا، وبزلافه عبرت بهادي جوج زلافات. السيده اللي ما عندهاش الميزان، انا جوج زلافات بهادي، وبالميزان عبرتو كيلو ديال الدقيق. والمقادير المضبوطه دائما غتجبروها في صندوق الوصف. غنبدا بسم الله نجيب العجينه ديالي ان شاء الله. انا دائما تنغلب الدقيق الفينو على الفورس او الفارينه، كل واحد كي كيسميها، كي اللي تيسمي الفورس كي اللي تيسمي الفارينه، شي حسب. عندي هاد الكاسروله ديال الماء هادي، غنبقى مستمره بحال هكايا تنجمع العجينه ديالي، وندلكها كتبغي شويه دليك. هاد الكاسروله ها هي عامره بالماء، خدا ليا هاد كيلو ديال الدقيق، وانا زدت شويه، انا زدت وغنقول لكم بالضبط شحال زدت. ها كنتو صدقوها بحال هكا هي، ومزيان تكون العجينه ديالو مطلوقه من الاول باش ما تعذبكش في التليك. انا تشكلت العجين ديالي كويرات بحال هكدا، كنشكلهم بهاد الطريقه غير كويرات صغار باش ميجيونيش كبار بحال هكدايا، تنحطهم باش كيرطابو ويطلقو راسهم، يجيو ساهلين ملي تبغي تلقيهم تيجيو ساهلين يساعدوك. عندي هاد زلافة ديال الزيت اللي غادي نبقى نورق ليها، ومع تريد ما تيقبطش ما تاكلش الزيت بزاف، قدر ما نكملهاش، قدر هما ما تاخذوش الزيت بزاف، غير شويه غير باش تديني وصافي ساعدك باش تمشى العجينه في الكسان. وغنبدا دابا تنورق العجينه ديالي ونطيبها ونطلق الصباح هكايا. طريقه ديال التريد كيرجعو شفافين تتبلك القاعدة ديال القصحان منهم بحال هكدا سيداتي. ها شوف هاهي هاهي هاهي، و تنبقى هكدا ونحط وحدة على وحدة، ملي نقلب هادي نحط عليها لخرى، عاود تا كندير جوج تلاتة عاد كنزولهم. دابا كن بحال هكدا مزال مطابت، خصني بحال هكدا بحال هكدايا. واللي ما تقدرش تخدم يديها دير سباتولا ديالها بلا ما تحرق يديها. انا غنورق الاخرى باش نزيدها عليها.
انا خرجت الفروج ديالي هو طاب من طنجرة الزيت، ها هو كندهنو شويه الزبده، جبت واحد شويه ديال الزبده تندهنو، ندهنو كامل ونحطو في الفران يتحمر شويه باش يجي شويه المنظر ديالو زوين هكا ولذيد. غادي نحط الفروج ديالي يتحمر ونقاد التريد ديالي اللي صاوبت. انا حطيت الفروج ديالي في الفران في التحت، حيت الفران ديال الغاز حطيته في التحت وشعلت عليه، خليته يتحمر شويه ونرجع معكم. التريد ديالي ها هو، كنبقى نحط وحده على وحده، هما ثلاثه اربعه خمسه، حتى كيكون بهذه الطريقه هذه. ها هي انا تنقطع التريد ها هو، بغيت تقطع شرائط هكذايا بالمقص، داكشي تيبقى حسب الاذواق ديال السيدات والعائلات. بغيت تقطعوا بهذه الطريقه ها هي، بغيت تقطعوا بالطريقه، انا تنفضلوا الطريقه التقليديه التريد، لا ما كانش في القصة عندي بالطريقة التقليدية ونقدمه في الأواني التقليدية، خصني داكشي يبقى هو هذاك على أصله. غادي نبقى نكمل التريد ديالي بالتقطاع ونسقيه ونشوفوه معايا في مائدة التقديم. وهذه هي كانت هذه هي الرفيسة ديالنا اللي قدمت قدامكم بالتريد والدجاج، قدمتها بهذه الطريقة التقليدية وقدمتها في الإناء التقليدي، والعدس خليته بوحدو في الطبيصلات اللي بغاه يحطو قدامه، اللي ما بغاش ديك الساعة تتبقى اختياري حسب الأذواق. أنا قدمته لكم بالطريقة التقليدية الأصلية ديالو. كانت هذه هي الوصفة ديالي اللي وجدت قدامكم، تنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر.